النهارده طبعا شيء ما بقاش جديد، بقى معتاد ان احنا يكون في حاجه لمؤسسه النادي الاهلي، بتكون حاجه جديده، بتكون حاجه مرتبطه بالتنميه والتطوير، بتكون حاجه مرتبطه دايما بتطوير منظومه الاستثمار في الرياضه، وايضا المنظومه الاجتماعيه والاقتصاديه الكبيره. النهارده يعني مجرد ان احنا نكون موجودين كلنا لوضع حجر الاساس او الاعلان عن بدايه العمل وتدشين العمل في الفرع الرابع للنادي الاهلي، ده ليه معاني كتيره وكبيره. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمجلس اداره نادي الاهلي برئاسه كابتن الخطيب ومجلس اداره المحترم، وايضا لاعضاء النادي، والشراكه اللي موجوده النهارده طبعا مع الجهة اللي بتعمر كتير وكتير 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 من المشروعات الكبرى في مصر، اللي هي الهندسية، اللي إن شاء الله يعني وعلى رأسها معالي اللواء إيهاب الفار، أكيد هيكون في منظومة بتجري، منظومة بتتحرك بشكل هندسي وشكل إداري وبروجكت مانجمنت وكل الحاجات اللي احنا متعودين عليها وبنبارك له. وهو يعني احنا موجودين بعضوية مجلس إدارة هيئة سد القاهرة الهيئة الاقتصادية، اللي إن شاء الله نأمل الكثير والكثير فيها الفترات المستقبلية اللي لسه بنحضر فيها الشغل للأعمال القادمة. ألف مبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله نلاقي حاجة كبيرة زي الحاجات الكتيرة اللي احنا شايفينها وبنشوفها وهنشوفها في المستقبل. دوام التوفيق للنادي الأهلي. شكرا والسلام عليكم.